ماما زمانها جاية جاية بعد شوية جايبة سندوتشات. ايه الحمار ده يفهم عربي منين؟ طب هابي بيرثدي دودو. خدني جنب، خدني جنبك يا عم. انت في سنة كام؟ سندوتش ايه ده؟ وريني كده امسكهولك. بص انت ممكن تلعب شويه عبال ما انا امسكهولك. ممكن تقوم تلعب. اصلا كان تكني الرد. السلام عليكم يا عزة. وعليكم السلام يا عناية، اتفضلي يا اختي. يا عز مقدارك، قولي لي الاول، هو الاسطى رجب هنا؟ موجود بس نايم. عايزه في حاجه؟ لا انا عايزاك انت بس. نروح بقى نقعد في اوضتك شويه كده على راحتنا، قاعده حريمي يعني. اتفضلي. تشكري. الله الله يا ابني، انت وهو انا مش قايل لك بعد كده تلعب بعيد. معلش والنبي يا عم زكي، مش هنلعب هنا تاني. بوظتني العشره، حرام عليك. والنبي يا عم زكي، انت بالذات انا مش هنب عليك تلعب بعيد. والنبي يا عم زكي، طب يعني تلعب بعيد؟ ها الكره اهي، امسك اهي، يلا بعيد يا ابني. لا حول الله يا رب، عيال شياطين. العب يا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا جليله؟ الحمد لله. خلي عنه يا بنتي، يديك الصحه يا رب. بصي بصي اقف هناك. يلا جليله امسك الواد ده. انت عن ناس يا عم زكي. وهو يا عيني يصرخ، وانا اللي انكويت بنار الحب ده، شكله كان خارج من العباسيه. وانتي قعدتي تتفرجي عليه وهو بيتضرب؟ انا يا اختي بصيت حواليا لقيت الناس كلها بتبص عليا، مشيت. دول رجاله ملاحيس. لما اقوم اعمل لك الشاي. لا شاي ايه، عادي ادينا يا اختي قاعدين بنتساير. تصدقي يا زوزه ان قعدتك حلوه؟ ربنا يخليكي يا عنايات، بس المؤاخذه يعني يا اختي سامحيني، هو انت كنت جايه عايزه حاجه؟ انا يا اختي قلت كده في عقلي بالي، البنت عزبت حتتي دي شكلها كده جدعه ولزوزه، ليه ما نبقاش اصحاب؟ وبيني وبينك بقى اليومين دول الاصحاب الكويسين بقوا عاملين زي خضار السيف قليلين. يعني لا خضار وسيفي كمان؟ طب قولي يا اختي منجية ولا حتى بلحه. الله يخرب بيت لذاذتك يا عزه، ده انت دمك شربات. انت عارفه ان اليومين اللي فاتوا دول كنت مصاحبه البنت سماره، بس اتضايقت منها، لقيتها طول ما هي قاعده بتجيب في سيره الناس، تقول لك مش عارفه مين مصاحبه فلان، ما اعرفش مين اخوها قفشها مع علان، وانا ما بحبش القعدات اللي فيها سيره الناس دي. هتتجوز اهي ونرتاح منها، يمكن ربنا يهديها بقى وتتلهي في بيتها. ما ردتش عليا حاجه؟ فاشر ده انت الف. انت بتسالي ليه؟ تكونيش يا بنت معلقه حد من ورانا واحنا مش داريانين. انا؟ افتكرت انا شفتك على السلم وانت واقفه مع الواد انتخ. عنايات مش لاقي عليك اللف والدوران، اطمني يا اختي ماليش فيه. لا حاسبي انتخ يا حبيبتي، ده حكايه وراحت لحالها خلاص. انا يما عايزه اتجوز وهو يا اختي عايز يقضيها. قلت له لا يا حياتي، يلا انت من سكه وانا من سكه، ما هو بيني وبينك لسان الناس ما بيرحمش كده. يا عنايات الصحه ما فيش احسن منه، وعماد اصلا بني ادم مش كويس. يا اختي هو غربه لا قرف، انا ماليش في الجو ده. هي الواحده مننا عايزه ايه غير الستر؟ ربنا يسترها علينا يا رب. اقول لك حاجه يا بت، والله العظيم ده انا قلبي اتفتح لك. لا 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 احنا لازم بقى نزور بعض على طول. ابويا وامي مش بيخليني ازور حد. بتعالي انت ليه، هم حابسينك؟ لا ما انا بروح الشغل. وهو الشغل ده خروج؟ بقول لك ايه، ما تيجي معايا حنه البت سماره. Thank you.
ايه ده؟ القطر عامل كده ليه؟ كان عاجبك ايه البلطجه دي؟ بس يا ابراهيم سيب ماما في حالها، ماما متضايقه دلوقتي، بعدين الاكل حلو يا ماما قوي. يا بنت الرز كله بيقرش، كله تراب، انتوا جايبينه بقى ده اللي عندنا، اللي عاجبه الكحل يتكحل واللي مش عاجبه يرحل. انت بتكرشيني من البيت؟ انا اللي هرحل، انا خلاص ما بقتش طايقه حد وما بقتش طايقه نفسي. استني يا ماما بس، راحه فين يا ماما؟ اسكتي يا حوريه، محدش له دعوه بيا، انا خلاص تعبت وزهقت وطقت، مش عارفه اعمل ايه عشان اخلي المركب دي تمشي، وانتوا حاطين ايديكم في الميه البارده كان كل حاجه ماشيه عادي. قسما بالله العظيم اللي ما هيقف جنبي وجنب نفسه ما هقف جنبه، انا مش مربي تنابله. عجبك كده؟ ما هي واخده الكرسي اهي، يعني نازله تقعد مع الزوك عشان تفك عن نفسها شويه وتلعب لها 10 طاوله، لازمتها ايه الثوره دي بقى؟ ما انت السبب في الكلام اللي زي السم اللي سمعناه ده، يا اخي الاكل وقع منها في الشارع وانت من الصبح عمال تتعوج. بنت انتي اتكلمي كويس، مش هي تزعلي وانت هتفوقي عليا؟ فوقي يا اخي. اوعى كده. ده ايه ده؟ بيض؟ يلا يا ابن الكلب يا سافل، نمرة غلط يا بسكليتة.